السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله سنتطرق الى المباراة التي جمعت بين نادي مانشستر سيتي ونادي ويست هام يونايتد. وبطبيعة الحال بصريح العبارة اقولها لكم ان نادي مانشستر سيتي سحق اليوم نادي ويست هام، رغم ان النتيجة ما كانتش كبيرة اعزائي الكرام لصالح نادي مانشستر سيتي، ولكن الاستحواذ كان شبه يعني منعدم لنادي ويست هام يونايتد في هذه المباراة، خاصة بعد تهاطل يعني الثلوج في هذه الأرضية وملعب ستاد الاتحاد. ولكن من ناحية نادي مانشستر سيتي شعلته بقيت مشتعلة بطبيعة الحال في هذه المباراة رغم تهاطل يعني الثلوج الكثيفة في هذه المباراة. على العموم راح نشارك معكم تصريحات نجمين الدول الجزائري رياض محرز، وكيف كانت ردة فعل الصحف والجماهير الخرافية بطبيعة الحال تجاه نجمين الدولي الجزائري رياض محرز، اللي قدم لنا مستوى كبير ونوعا ما قريب جدا للمستوى الذي قدمه أمام نادي باريس سان جيرمان بطبيعة الحال في ملعب الاتحاد. على العموم وأخيرا أقولها لكم أعزائي الكرام، وأخيرا نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز يبدأ كلاعب أساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز وعلى أرضية نادي مانشستر سيتي ألا وهو استاد الاتحاد. رياض محرز ما كانش يلعب يعني كلاعب أساسي في العديد من المباريات وفي العديد من الجولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن اليوم شفناه كلاعب أساسي، وذلك راجع لأنه رياض محرز حقا برهن لبيب غوارديولا لأنه قادر ويعني لازم عليه يلعب. صراحة بيب غوارديولا كان مجبر على إشراك رياض محرز في هذه المباراة لأنه قدم مستوى خرافي أمام نادي باريس سان جيرمان الأسبوع الماضي بطبيعة الحال في دوري أبطال أوروبا. وبطبيعة الحال شهدت أعزائي الكرام هذه المباراة قمة جزائرية، لأنه كان هنالك تواجد جزائريان في هذه المباراة من طرف نادي مانشستر سيتي رياض محرز، ومن الطرف الآخر عدنا سعيد بن رحمة لاعب نادي ويست هام. لكن للأسف الشديد يعني سعيد بن رحمة كان يتحرك في هذه المباراة، كانت عنده بعض التسديدات الخطيرة نحو المرمى، ولكن ولم يستطع نادي ويست هام يونايتد تحقيق النتيجة المطلوبة في هذه المباراة، ونادي مانشستر سيتي هو الذي كان مشتعلا فوق أرضية ملعب يعني نادي مانشستر سيتي ألا وهو استاد الاتحاد. رياض محرز في هذه المباراة بدأ كمهاجم، أنا تفاجأت صراحة، ولكن رياض محرز برهن لبيب غوارديولا أينما تحطني راح نقدم لك المستوى الكبير بحكم أنه سجل، ولكن للأسف الكرام تم يعني عدم احتساب ذلك الهدف بسبب يعني بداعي التسلل حسب الحكم، ورياض محرز ذهب لكي يحتج وقلب اللي أنه مش تسلل يعني الهدف شرعي، ولكن الحكم والفار كان عنده رأي آخر. وبطبيعة الحال سرعان ما نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز عاد إلى الطرف الأيمن، وعاد يعني جابرييل جيسوس إلى منصب المهاجم وتبادل الأدوار مع بعضهما البعض. وبطبيعة الحال يعني رياض محرز حاليا قدم لنا مستوى كبير خاصة في الشوط الأول، أنا نسجل لكم هذا الفيديو فقط في الشوط الأول. وبطبيعة الحال رياض محرز يعني عندما عاد إلى الجناح الأيمن أيضا تألق وقدم أسيست لإيكاي غاندوغان. وبطبيعة الحال كما قلنا نادي مانشستر سيتي كان عنده استحواذ بلغ 93%، أما بالنسبة للطرف الآخر كان عندهم فقط 7%. حاليا راح نشارك معكم أعزائي الكرام ماذا قالت وكيف كانت ردة فعل الجماهير الإنجليزية بعدما أن رياض محرز سجل ولكن لم يتم احتساب ذلك الهدف بداعي التسلل عندما كان يلعب كمهاجم. طبعا عندنا بعض المواقع الرسمية لنادي مانشستر سيتي للولايات المتحدة الأمريكية، هذا فرع الولايات المتحدة الأمريكية أعزائي الكرام، كانوا يبكون بسبب التسلل الذي ارتكبه رياض محرز، كانوا حابين الهدف. طبعا التعليق الموالي صرح قائلا وكانت هذه ردة فعل عندما رأى بأن رياض محرز وهدفه كان بداعي التسلل. ايضا حساب رسمي لنادي مانشستر سيتي فرح كثيرا بالهدف الذي قدمه رياض محرز، ولكن سرعان ما صرح قائلين الحكم مايكل اوليفر يلغي الهدف بعد العوده الى الفار بسبب تسلل رياض محرز. طبعا ما تعليقات المواليه اعزائي الكرام كانوا يلمحون رياض محرز عندما تكون الارضيه كما تكون الارضيه مكتسيه بالثلوج رياض محرز يكون يومه، وذلك حسب ما قدمه الموسم الماضي امام باريس سان جيرمان بطبيعه الحال في دوري ابطال اوروبا. رياض محرز يتالق في مثل هذه الاجواء خاصه عندما يرتدي القفازات، يعني الجماهير الانجليزيه راح تشوف كيما هاك عندما رياض محرز يرتدي قفازات يتالق لهم، رغم كيما احنا قبل جمال بالماضي كنا نقولوا باللي انه التوني اللي خضراء هي نفوزوا بها ولا نخسروا بها وشيء من هذا القبيل، يعني نفس الشيء. التعليق الموالي صرح قائلا نفس الشيء، يعني ارضية الميدان مكتسية بالثلوج، رياض محرز يرتدي قفازات فهذا هو يوم رياض محرز بطبيعة الحال. وصراحة رياض محرز تألق لنا في هذه المباراة وكانت عنده تسديدات خطيرة نحو المرمى، ولكن للأسف الشديد واحدة راحت للقائم، واحدة تم عدم احتسابها بطبيعة الحال بسبب وداعي التسلل، وبطبيعة الحال في الأخير قدم لهم أسيست. التعليق الموالي من البي بي سي فرحت أيضا بالهدف الذي قدمه رياض محرز، ولكن سرعان ما تداركت الأمر وقالت بلي أنه الهدف لم يحتسب وذلك بداعي التسلل. ESPN أيضا شاركت معنا جمال هدف رياض محرز كما تشاهدون وقائلة للأسف أنه تم عدم احتساب هذا الهدف وذلك بداعي التسلل. التعليق الموالي من ساملي صرح قائلا بلي أنه كل اللاعبين كل من جيسوس وأيضا رياض محرز تبادل الأدوار، وبطبيعة الحال صرح قائلا بلي أنه رياض محرز
يعني اظهر لبيب غوارديولا، او اظهر بانه قادر على يعني ان يقوم بالامور في ذلك المنصب. يعني ممكن انه بيب غوارديولا سيعتمد على رياض محرز كمهاجم صريح منا للقدام حسب تصريحات ساملي بطبيعة الحال، لانه قدم لهم هدف بطبيعة الحال في ذلك المنصب. التعليق الموالي زائر الكرام صرح قائلا باللي انه كان ذلك القرار لعدم احتساب هدف رياض محرز كان ضعيف جدا، بحكم انه قال باللي انه رياض محرز لم يكن متسلل، لان جونسون هو الذي يعني لمس الكرة وايضا صعدت الكرة الى الامام. يعني قال باللي انه جونسون هو اللي مرر الكرة وليس رحيم ستيرلينج. فما رايكم اعزائي الكرام؟ واش انتم شفتوا رياض محرز هدفه شرعي ام انه تم ظلمه من طرف الفار؟ تعليق الموالي ايضا صرحوا قائلين باللي انه رياض محرز يعني سجل بطبيعه الحال بطريقه يعني ذكيه كما تشاهدون، ولكن للاسف الشديد تم عدم احتساب هدف رياض محرز. تعليق الموالي عندما رياض محرز اعزائي الكرام اعطى يعني اسيست لغاندوغان نادي مانشستر سيتي صرح قائلا كره رائعه من كانسيلو الى رياض محرز في اليمين، والاخير يلعب عرضيه ارضيه بقدمه اليسرى يحولها غاندوغان الى شباك الهامرز، وكان ذلك الهدف الاول وبصناعه نجم الدولي الجزائري رياض محرز. التعليق الموالي صرح قائلا يعني كما تشاهدون بطريقه ما ليست النتيجه هدفين مقابل ولا شيء، لان رياض محرز كان قادر يعني يحقق هذه النتيجه لنادي مانشستر سيتي، وقائلين يلعب محرز دور جيسوس ويمرر الكرة نحو المرمى، لكن الارتداد ينتهي بأذرع فابيانسكي وضاعت الفرصة الكبيرة. تعليق الموالي أيضا شارك معنا حسب موقع تالك سبورت الهدف الذي سجله إيكاي غاندوغان بالتمريرة الحاسمة من رياض محرز، كان هذا هو رأي بيان سبورت كما تشاهدون هنا في الشاشة الظاهرة أمامكم. ولا وجماهير نادي مانشستر سيتي أصبحوا يقولون باللي أنه رياض محرز أصبح هو أفضل لاعب بالنسبة لنا في الدوري الإنجليزي الممتاز كله. الآن أشارك معكم تصريح نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. طبعا صرح لقناة كانال بلس أعزائي الكرام قائلا كأس أمم إفريقيا المقبلة ستكون صعبة، لأن كل المنتخبات يعني تعرفنا وتنتظرنا من أجل الفوز علينا، نحن المتوجون بلقب آخر نسخة يعني والجميع يسعى للإطاحة بنا. وقائلا أيضا لكننا نحن مستعدون لكل هذه الاحتمالات، وأود أن أقول للجزائريين أننا سنلعب كأس إفريقيا المقبلة كما لعبنا في مصر من أجل الشعب والبلاد ومن أجل التتويج باللقب وفقط. وقائلا أعرف أن الجزائريين يحبونني كثيرا وأنا أبادلهم نفس الشعور، الجزائر بلد خاص جدا وأنا فخور جدا باللعب مع المنتخب بلادي. وكان هذا أعزائي الكرام يعني تصريح يؤكد فيه رياض محرز ويجدد يعني تعلقه بالمنتخب الوطني الجزائري وبالبلد الجزائري، وصرح قائلا ردا على سؤال متعلق بإمكانية التخلي عن لقب الدور الإنجليزي الممتاز مقابل بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، صرح قائلا لا أدري من الصعب قول ذلك، لكن صحيح أن لقب دوري أبطال أوروبا هو الذي ينقص سجلنا حاليا، وإنهما مسابقتان قويتان ومن الصعب الفوز بهما كليهما. وقائلا سنرى ماذا سيحدث هذا الموسم، أريد التتويج بكل الألقاب، كأس أمم إفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. يعني بهذه التصريحات أعزائي الكرام يكون رياض محرز يعني أبدى للجماهير الجزائرية باللي أنه سيفعل المستحيل من أجل التتويج بكأس أمم إفريقيا مجددا، وأيضا الحفاظ على هذا اللقب وبطبيعة الحال من أجل يعني رسم النجمة الثالثة في قميص المنتخب وتاريخ المنتخب الوطني الجزائري. أما بالنسبة لتنقيط رياض محرز أعزائي الكرام في الشوط الأول فقط، رياض محرز كان عنده تنقيط 6.7 من ضمن 10، ويعتبر أعزائي الكرام ليس من الأفضل خاصة في هذا الشوط الأول، ولكن رياض محرز كانت عنده تحركات جيدة، ولكن الأعلى تنقيطا هو إيكاي غاندوغان برصيد 8 من ضمن 10. نشوفوا رياض محرز ماذا فعل أعزائي الكرام بلغة الأرقام، سدد أعزائي الكرام تسديدة خارج المرمى وتسديدة تم اعتراضها، وأيضا تسديدة يعني ارتطمت بالقائم وفرصة كبيرة كانت مهدورة، وبطبيعة الحال المس الكرات 32 مرة، التمريرات الدقيقة كانت 92%، وصنع فرصتين في هذه المباراة. أنا نحير كي نشوف رياض محرز تحصل على هذا التنقيط بعد هذا الأداء الذي قدمه، على الأقل كان لازم يتحصل على 7.5 فقط في الشوط الأول، ولكن إن شاء الله رياض محرز يضاعف المجهود نتاعه، وأيضا ما يضيعش يعني في الشوط الثاني الكرات، وبطبيعة الحال إن شاء الله يكون رياض محرز يعني هدف في هذه المباراة وليس فقط ممرر حاسم. فما هو رأيكم أعزائي الكرام حول هذا الموضوع؟ أخبرونا آراءكم في صندوق التعليقات ونلتقي بعد المباراة.